ماتش ما فيهوش متعة، متعة كرة القدم بالنسبة لينا احنا، انا كنت لاعب دولي ومدير فني دلوقتي محلل كرة قدم، لما يكون في ندية في ارض الملعب، لما يكون في ناديين كبار حتى 0-0 هنستمتع. لكن النهاردة انا سبت المباراة، كان فاضل تقريبا ربع ساعة، اطمنت ان محرز نزل، يعني حاجة كويسة جدا ان جوارديولا فتح الحبس والسجن وادى افراج لمحرز، شفناه النهارده، ودي حاجه غريبه جدا يعني بعد النتيجه ما بقت 6-0 نزل محرز. الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشجع يحب الاهداف كتير، يعني بيشجع نادي ومشجع ولابس التيشيرت وهي مش عارف ايه، فرقته تكسب 10 حتى لو الفريق التاني ما جاش وفضلوا يجيبوا الجون فاضي، ماشي هيبقى فرحان. لكن اللي زي حالتنا، الناس بنتكلم في فنيات، بنتكلم في حاجة، انا برغم ان الماتش 6-0 انا مش لاقي حاجة اقولها بصراحة، يعني الا ان فريق لايبزيج فريق اسمه صعب ومتعرفش ليه قبل البه ولا البه قبل ليه، وفريق ملط خالص ما فيهوش اي حتى لاعب يلفت نظرك، يمكن الحارس شوية الشوط الاولاني كان ممكن يدخل فيه 3 4 تجوان، طلع اهداف من جوندوغان وهالاند وكده، يعني ما فيش كلام كتير. من اول الدقيقه 22 ضربه الجزاء هدف بقى ادى طمانينه وثقه للعيبه ففتحوا، بعدها بدقيقه هالاند برضو يسجل. يعني انا شايف يعني هالاند بالنسبه لي انا مش ممتع، يعني في طبعا اسامي كتيره في العالم يعني افضل منه بكتير، ما فيش مقارنه، يعني مش ممتع، يعني هو هداف، وزي ما قلت اللي انت بتشجع مثلا مانشستر سيتي فهالاند بالنسبه لك هو الاسطوره يعني، لكن انا بالنسبه لي مش ممتع، ما عندوش السحر مثلا، اهدافه كلها مش حلوه، يعني واحد بيخش بالكره الجون، هداف كبير طبعا، هداف كبير بس اعترف انه هداف كبير، لكن مش ممتع بالنسبه لي، يعني بما ان انا مش مشجع لمانشستر سيتي. لكن في ناس ثانيه ممكن تجيب اهداف، هدف واحد في المباراه لكن هو ساحر. الفرق ما بينه وما بين محرز، محرز في بطوله اوروبا السنه اللي فاتت مع السيتي واللي قبليها كان يبقى واحد واحد يفاول في المقص يخلص يجيب ال3 نقاط، مع مانشستر يونايتد هدفين، وفي نفس الاسبوع مانشستر يونايتد اتعادلوا 1-1 هو جاب الثاني والثالث كسب فرقته 3 نقاط. اقصد ايه؟ ان هالاند النهارده جاب 5 اجوال، طب لو جاب جونين بس كانت هتفرق حاجة؟ لا، هي يعني لو جاب جون واحد هي الفرقة التانية خلاص خسرانة خسرانة يعني. فأنا لا لا لما أجيب في فرقة هدف وخدت ال3 نقاط، لو جبت 10 بعد كده مش مشكلة، لا أنا ما أجيبش 10 بقى، أجيب في ماتش تاني صعب، يبقى مثلا مانشستر سيتي مع اليونايتد مثلا، وأجيب أنا الهدف اللي يكسب، هو ده الفارق، بيحدث الفارق. عشان كده دايما انا اتكلم في حته الهدافين، انا مش عايز هداف في فرقه ميته يجيب فيها 10 تجوان في ماتش، لا انا عايز يجيب 3 تجوان بس كل مباراه مع فريق قوي فيه نديه، فريق مش عارف اسجل فيه هو يسجل لي هدف اخد ال3 نقاط، يبقى هدف واحد يجيب لي 3 نقاط احسن من هالاند اللي جاب 5 اهداف النهارده فرق ياردة. ال5 اهداف اللي جابهم هالاند فرق ياردة، عارف ابعد هدف النهارده جابه هالاند ايه؟ ضربه الجزاء بعيد من 9 متر من ورا، انما ال4 اهداف التانيين من جوه السكس يارد. انا ما بقولش عليه وحش، ده هداف كبير، ده دبابه ما شاء الله، بس انا بالنسبه لي مش ممتع، يعني مش هو ده اللي الواحد يحب يتفرج عليه. لكن دي بروين مثلا فارق كبير جدا مع السيتي، فارق كبير جدا مع السيتي، محرز فارق كتير جدا، هما اللي بيعملوا الفارق. الماتش اللي فات كان 1-1 ولا واحد 0-0، ودي بروين لما نزل سجل السيتي، محرز في الماتشات اللي فاتت الشهر اللي فات ماتشات مقفولة خالص، لما بيلعب محرز هو اللي بيعمل الفارق. يعني مش عايز اتكلم، انا مش فارقة معايا اي فرق، انا راجل محلل فبقول لك كلمة حق يعني. مفيش، مبسوط اني شفت محرز ان هو نزل بصراحة، يعني حاجة كويسه ان محرز ينزل، ان الراجل في دماغه، ومحرز ما قصرش ابدا مع السيتي، لما بيلعب بيخلص له ماتشات تقيله، محرز بيخلص ماتشات صعبه، بيخلص ماتشات للسيتي تبقى صعبه خالص ويروح طالع بال3 نقاط محرز.
هضرب مثلا بالخمس اهداف بتوع هالاند النهارده، جاب الهدف الاول والتاني والتالت، خلاص كان ممكن جوارديولا يغيره عادي يعني. خلاص كده كده الثلاثه لو جاب 20 هدف هم خلاص كسبوا الفرقه وهيلعبوا الدور اللي بعد كده. شكرا.